حنا ما كنسبوكم ما كنعايركم، السبان الثقافه ديالكم خرجت من عندكم، حق الله العظيم الا خرجت من عندكم بالله. انا تفاجات هنايا المغاربه ما كيعرفوكمش وكيحترموكم بزاف، وكيقولوا لهم ليزارجيريان رجال وليزارجيريان ناس ملاح وليزارجيريان خوتنا ورحنا مسلمين ورحنا ما عارفينكمش مساكن المغاربه وعاطينكم الغالي ديالهم كيعطيوها لكم اللي جا بغا يتسارى يعطيو ليه الطوموبيل يعطيو ليه الدور ديالهم يعطيو لهم حتى الفلوس يعطيو. بصراحه انا تصدمت، ولكن اليوم اكوز دو فوز ايديوسي لو ديبوردمون ديالكم فتو القياس المغاربه فاقوا بكم، فرشتوا راسكم فرشتوا راسكم من المزيان ما احترمتوا لا رياضه، تعديتوا على المغاربه في الرياضه، ما احترمتوا لا نشيد وطني لا العالم الوطني لا ملك المغرب لا شعب المغرب. وفرنسا يا فرنسا يا صاحبي راه فرنسا قلت لكم غير في لو 8 ماي 1945 قلت لكم 48 ميل سيتويان دو ستيف اون ايتي في واحد المانيفيستاسيون، وحتى كانت حتى في لافرونس اللي قتلوهم وباقي تموتوا على فرنسا، والمغرب اللي ما قتل لكمش والو جزائري واحد اللي ما تيراش والو رصاصه واحده بالجزائر حاطين عليه تابعينه باغي تقسموه. حنا واحد لافا غادي نموتوا نموتوا سواء المرض او المرض، ولكن ما عندكمش هذا الريزونمون، هذا لو ريزونمون ما عندكمش بعدا ما عندكمش. اكلاج اكلاج مات بخروبه حتى هو راه مات صغير، ها هو بوضياف قتلتوهم بلان بيبليك، شنو يقولوا عليكم الناس؟ فوزافي تي اساسيني بوضياف اون بلان بيبليك، بورتون جاي يخدم لكم البلاد، خلى الوزين ديالو ديال الياجور ومنعم ويتقهوى والجورنال والنخوه وقنيطره كلها تحتارمو، خلى لا بيل في ومشى عندكم ولافي اساسيني دو سون فوا اون بلان بيبليك، شنو يقول عليكم بلاد؟ نقول لك مالوغوزمون هذا هو لو كاركتر ديالكم. اذا كنحييكم والله يشافيكم الله يشافيكم. شكرا لكم، حنا مقصرين ما تنرباش اصاحبي ما تنرباش نعطينا مقلكم طال بغيت تسب اصاحبي مالك طاش تدوي شي كلمه زوينه زعما شتي كوكتي حدايا والله القسم ما نيغوسي معاك والله ندخلك والله ندخلك ما عنديش انا راه في المغرب تعلمت الدبلوماسيه والله ما كنت كتفوت معايا ان سكوند تندخل فيك حق الله العظيم الا مع المغرب تعلمت الدبلوماسيه والحوار كاش عندي كاع نهائيا والله العظيم. تحيه للمغاربه مغاربه صباره صباره وكيعرفوا لو مومون وقتاش يخليك تموت غير بالفقيس كما راه واقع لكم نتوما. تبارك الله عليكم وانتوما مرحبا بكم، غير ما تسبوش ما تعيروش، كاين الناس كيتبعوا معنا حتى عائلاتكم راهم كيتبعوا هنايا انت والديك وكلشي راهم يتبعوا هذا البرنامج نقول كلام زوين ديروا مع راسكم الله يشافيكم فريد العواشر زيدوا عيو مع راسكم، وبغيتوا ديروا النشيد الوطني في اي دعوه كما درتوا النشيد الوطني في ليله القدر ديروا، حنا ما داكشي شغلكم حنا ما كيهمناش داكشي. تبارك الله عليكم وعلى بروشان ان شاء الله، وكي تدخلوا تشوفوا المغاربه كيفاش عايشين كتصدموا وكتزيد الحقد ديالكم كيتزاد عاوتاني يقول لك سي با بوسيبل كو الماروكان فيفانسي هو البروبليم اللي عندكم كتصدموا بالواقع، وليزاجيري اللي جاو هنايا من اوروبا كلشي مصدوم وما يقدرش يقول لكم الواقع، علاش؟ لان ما يقدرش غير مرض.